أسبوع اقتصادي حافل بتقارير الوكالات الدولية التي خفضت تصنيف لبنان الائتماني، وأزمة اقتصادية اجتماعية مالية يشهدها لبنان لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الأهلية. كيف سبيل الخروج من هذه الأزمة؟ كل هذه المواضيع نطرحها خلال تقرير مفصل ورأي للمستشار السابق للبنك الدولي دكتور روك أنطوان مهنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا اليوم فيك. باختصار قبل يعني مشاهدة التقرير، يعني هيك باختصار كيف ترى الوضع الاقتصادي؟ واضح أنه نحن بأزمة. اللي منه واضح حقيقته قدي كبر هالأزمة وقدي هالانهيار اللي احنا واصلين له. عنا بعد أمل ولو ضئيل أنه نستلحق حالنا، وإلا الوضع رايح بدنا نتفادى نصير مثل الصومال أو أفغانستان أو فنزويلا. فينا بعد نتفادى، بس بدنا كم واحد بالسلطة السياسية يقعوا على الموضوع ويستلحوا الوضع هلأ قبل بعد ساعة. طب خلينا نحضر نحن التقرير، يعني مثل أبرز الأحداث يلي شهدها هذا الأسبوع ونرجع نكمل الحديث. في خطوة تحذيرية قد تمهد لخفض وشيك للتصنيف السيادي للبنان، خفضت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز تقييم تحويل المال والعملة من بي بلس إلى بي ماينس في لبنان، إلا أنها نوهت بأنه على الرغم من تزايد المخاطر فقد استطاعت الدولة الالتزام بجميع مستحقاتها. وأعلنت ستاندرد أند بورز في أحدث تقرير لها أنها قد تخفض التصنيف السيادي للبنان في حال فشلت الحكومة بالتحقيق في تنامي الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعيد ثقة المودعين، خصوصا إذا ما اقترن ذلك بضعف في ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، ما قد يهدد قدرة الدولة على تلبية استحقاقاتها وحاجاتها التمويلية الخارجية. هل سيذهب لبنان إلى تأجيل واستمرار حكومة تصريف أعمال أو إلى تشكيل حكومة فيها نفس إصلاحي إنقاذي؟ أنا مطلبي أنه محاربة الفساد أكيد، وشو اسمه، وفرص عمل لكل الشباب اللي عم بيخلصوا دراستهم، ومثل كل المطالب اللي طالعين يعني، واكيد يتحسن البلد وبس. مطالب اللي عم يطالب فيها الشعب كتير محقه، وهيدي الثوره يعني اذا صارت هلا تاخرت، صارت كان مفروض تصير من زمان، لانه الشعب ما عم يطالب بشيء، يعني ما تدخل فيهم اول شيء بالسياسه ولا حكي شيء، بس عم يطالب بالقصص الاقتصاديه، يعني حقوقه المدنيه اللي هي حقوق الطبابه، ضمان الشيخوخه، غلى الاسعار، تامين المدارس للناس الطبقه الفقيره اللي ما قادره تدفع لاولادها، بتحكم اولادها وتعلم اولادها. سو هيدا كله مطالب محقه اي شعب بالعالم بيطالب فيه، وهيدا الشيء هن لازم يامنوه قبل ما العالم تطالب فيه. انا مطالب اللي عم يطالبوا فيه الثوار، ونحن مع الثوار، انا مع مثل كل العالم، بس يا اختي مين بديل؟ انا معهم، وخاصه هالشباب هذا الجيل اللي ما بدنا حدا. يا خيي مين البديل؟ حطوا البديل، تنعرف مين هو البديل. ومساء الاثنين اصدر وزير الاتصالات في حكومه تصنيف الاعمال محمد شقير بيانا اعلن فيه بعد سلسلة لقاءات واتصالات أجرها الوزير شقير مع مختلف الأفرقاء والمسؤولين المعنيين بموضوع بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها بطاقات التشريش، قرر تسليم هذه البطاقات إلى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي الصادر عن مصرف لبنان. وعلى هذا الأساس طلب الوزير شقير من شركتي ألفا وام تي سي والموزعين العاملين لديهما بيع هذه البطاقات للمواطنين بحسب الأسعار المحددة، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بملاحقة كل من يخالف هذا القرار. إذا عمل اللبناني ومشي فيها الوكلاء كتير منيح، الشعب بيرتاح ونحن بنرتاح كمان. نحن مع العملة اللبنانية دائما بأي شيء، يعني كل شيء عم ياخذوه بالدولار، يعني اليوم 1800 دولار عم ياخذوه، شيء ما انه منطقي، كل العالم عم تقبض باللبناني، يعني احنا كنا نقبض بالدولار، هلا عم يقولوا لنا لا كل معاشاتكم باللبناني. هذا موضوع كثير مهم بالنسبه للعالم وبهالوضع تحديدا، لانه موضوع مهم انه هو بيقوي الليره اللبنانيه اكثر، بيخلي العالم بطل تعامل موضوع الدولار ويستغلوا العالم والشعب بهالموضوع. وشهد هذا الأسبوع توقيف التسهيلات المصرفية والتي ازدادت يوما بعد يوم، ورأت مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة يعني شلل تام للاقتصاد اللبناني. طبعا هذا له تأثير كتير سلبي كتير كبير، وهذا مفروض يكون مؤقت، يعني أنا بعرف أنه المصارف قالت أنه هذا الإجراء هو مؤقت، بس الخوف أنه المؤقت يصير وقته طويل ويصير دايم، لأنه عم نمرق بأزمة واضح أنه الأفق تبعولها بعده مسكر. وبالتالي إذا بدنا نحكي شو بتعني هذه على الأرض، بتعني إشي كتير. أولا بتعني إنه الشركات بطل فيها تستورد، معناتها نحن المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والصناعية بدنا نبلش نفقدها. بالصناعة ما عم يقدروا يستوردوا المواد الأولية للتصنيع، وهذه كارثة أكبر، لأنه هذه طبعا الصناعة مفروض تشتغل، لأنه هي مبدئيا عم بتصدر
وهي إذا بدك المصدر الأساسي اليوم للعمل الصعب بلبنان. نعم. كذلك هذه إذا وقفت المصانع أو خف شغلها أو فقدت بعض زبوناتها كمان هذه فيها مشكلة. كما خفضت وكالة موديس التصنيف الائتماني من CAA1 إلى CAA2، وشهدت المدارس والجامعات إقفال تام ومشاركة واسعة لطلابها في المظاهرة، كما جاء تقرير البنك الدولي ليحذر من تفاقم الأزمة ويطالب بتشكيل حكومة لافتا إلى المساعدة في حال كانت الحكومة متجانسة، محذرا من وصول الفقر إلى لبنان إلى 50% في حال استمر الوضع على ما هو عليه. دكتور روك أنطوان مهنا، كمستشار سابق للبنك الدولي، تعليقك أول شيء على موضوع التقرير. تقرير البنك الدولي؟ وكخبير اقتصادي بقدر لك انه هالشيء كنا شايفينه، انا بنادي فيه من سنه ونص وسنتين من الاخطاء الشائعه اللي انعملت، الخطيئه المميته بسلسله الرتب، كل موازنه كانت أسوأ من الثانيه بغض النظر اذا على الوقت ولا مش وقت، وعلى غياب الاصلاحات ما في شك. التخوف من انه يصير الفقر، اصلا كان الفقر تخطى 30% وذكرها الوفد البنك الدولي رئيس الجمهوريه، مش جديد الخط الفقر، ممكن كتير يكون سريع كمان يوصل 50%. بلشنا نشوف نحن آفات اجتماعية بلشت تبين منه، النمو السلبي اللي كمان حكي فيه انه كانوا خفضوا كتير النمو، كانوا متوقعينه أكتر بشوية، هلأ رح يصير بالسلبي. يعني شو برأيك انه هالوضع الاقتصادي المتسارع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية او من ارتفاع أقساط المدارس او موضوع المستشفيات البنزين، يعني اذا نحن فينا نحكي شوي عن ابرز الاحداث الاقتصادية اللي مرقت فيها الاسبوع. مدام ندى، ما في شك انه في أزمة، المصارف تركت ما اتخذ قرار رسمي لاي شيء لا بكابيتال كنترول، وكل واحد ما بده ياخذ هالقرار لانه هذا بيكون انتحار اقتصادي لمستقبل لبنان استراتيجي على المدى الطويل، ما بده حدا يحول ليره. بذات الوقت في ازمه، السلطه السياسيه بكوما، السلطه النقديه كمان لازم تعمل دور، وهلا بنحكي فيه بخطه انقاذيه سريعه صارت بعده دول، للاسف ما عم بينقام بهذا الشيء. انا يوم وجعي انه في اليوم لازم وقفه تكون ضميريه وطنيه لانقاذ الوضع الاقتصادي، هوديك كلهم استعادة الأموال المنهوبة والفساد كلهم فايتين فيهم ورح نكمل فيهم، ومطلوب الشعب يدل عامل ضغط لنقدر. بس لكن اليوم شو؟ اليوم في نزيف كبير. شو اللي عمل اليوم؟ أنا بهذا الموضوع كمان في تلكؤ، اليوم لازم مكنن يتخط ساخن لوزارة الاقتصاد مديرية حماية المستهلك، لأنه في كتير اليوم مافيات وعم بيستغلوا مزبوط مثل ما التقرير عند حضرتك ذكرتي فيه، المواطن عم يحكي فيه، عم بيطلب دولار، كل واحد صار بده دولار، هو تسعير بالليرة اليوم. صحيح. بيجي بيقول لك لا بدي دولار، أنا اليوم صارت معي اليوم مع مكتب، ما عم بيقول لي بدي دولار، ولك هوراق معمولين بالدولة، كاتب العدد صار بده حقه دولار. في أمور غير مسموح فيها، في مافيات اليوم عم بيستغلوا الموضوع وما في رادع. لكن اليوم الأهم خطة طارئة إنقاذية. شو هي الخطة الطارئة الإنقاذية؟ خمس نقاط. نعم. أول شيء رئيس الجمهورية، مبادرة من رئيس الجمهورية ومن عندك بطلب من رئيس الجمهورية يعمل حكومة إنقاذية مؤقتة. نعم. هواجس حزب الله مفهومة وموجودة، خلي يطمن هواجس حزب الله أنه اليوم ما حدا رح يفوت، هيدي بس شغلتها معالجة الأزمة الاقتصادية فقط، تكون عندها صلاحية استثنائية، لكن فقط معالجة الوضع الاقتصادي اللي احنا قاعدين فيه ووضع المالي. ما بتتعاطى لا بسلاح حزب الله، لا باستراتيجية دفاعية، لا حتى قانون انتخاب، بس شغلتها هيك تيطمن حزب الله بالهواجس، لأنه هو عم بيطالب بحكومة سياسية أو تكنو سياسية. صح. وبزيت الوقت بيطمن المجتمع الدولي وبيطمن الخليج بزيت الوقت، كتير مهم اليوم، وهذا اليوم مش بكرة. مهمة رئيس الجمهورية مع السياسيين مع الطاقم السلطة السياسية وأيضا مع الاقتصاديين الفنانين، كل شيء بالمجتمع بدهم ينعمل أعلان ويعلن رئيس الجمهورية مباشر على التلفزيون تيليتون، لازم كل واحد معه برا مصاري يبلش بحاله، إذا معه ليرة بفرنسا أو بغير بلد ولا دولار، ما هو مش حقول ليرة ما في برا ليرة، دولار ولا يورو، يحاولوا يحطوا وديعة بلبنان. أول شيء في نقطتين مهمين، الخطورة نعمل بنك راش، ظاهرة البنك راش ما بيكون ولا بنك بيحمل كل الودائع بأمريكا، ما في بنك بيحمل كل الودائع الموجودة عنده، بيكونوا بشغلهم بوظفهم، خاصة هون عندنا مشغلين بسيادة خزينة أو برا. بدي أقول شغلتين مهمين، الهلع والشائعات وتخويف الناس وتصويب المدفع هيدا بإن بانتحارية، إذا نجينا على المصرف ولا على هذا بيروحوا مصريات الشعب، المسؤولين والسياسيين المتمولين ما بيتأثروا أموالهم صاروا برا. يعني الخطة الثالثة أنه اللبنانيين يحطوا مصرياتهم ورجعوا مصرياتهم. بس خليني أقولها كيف مهمة، هذه نقطة كتير أساسية. فضل. اليوم لازم ما يكون في هالهلع، لأنه إذا حطوهم ببيوتهم وكدسون عم نشوف بلشوا السرقات وبلشت الاقتحامات على البيوت، اليوم ولا مرة بيحموا البنك، ياخذوا حاجتهم عادي. الهلع إذا ما كان في شيء بيصير في شيء. نحن اليوم مصارف مليئة. اليوم بدي أقول إنه
وقف التليتون بينعمل 50 شخصية سياسية ومتمولين لبنانيين من كل الشرائح ومن كل الاتجاهات السياسية بيجوا بيحطوا أموالهم. حطيت كيف ما كان 5 مليار دولار، وكذا حول 100 ألف أو عندك أسامي كتير لبنانيين معروفين متمولين كبير برا يحولوا. بس هل بالسلطة السياسيين الموجودين اليوم بالسلطة واللي خارج السلطة على ممر السنين كانوا يحطوا بس يحولوا ودايع اليوم بمصرف اللي يحولوا ودايعهم من برا قسم من ودايعهم يحطوهم بلبنان؟ هيدي بتعطي عامل ساقة بتبلش من رأس الهرم ونزول. نعم. اثنين، هيدي بدك اليوم وقف الضمير الوطني بتخلق ساقة. ثلاثة، بفترة الأسبوعين صار في حكي وعلامات استفهام، قسم كبير من السياسيين هن مساهمين بمصارف حولوا لبرا بمئات الملايين الدولارات لبرا. هؤلاء ما في شيء قرار، هيدا دغري هيئة التحقيق الخاصة بمصرف المركزي فيها دغري تسترد هالأموال لأنه هذا مخالف للقانون، كانوا مسكرين المصارف خلال هالأسبوعين الإقفال. أربعة، دور حاكم لبنان، حاكم مصرف لبنان، وهون مهم مع هيئة التحقيق، دور حاكم مصرف لبنان طمأنت المواطن، مش بس أوكي عزمي عارفين بس لازم يطمئنهم، خاصة أنه هو عمل خطوة جيدة أنه 20% زيادة بالرأس مال للمصارف، يعني المصارف بس هذي على الشورت تور، إذا على اللونج تور ما له عم نحكي نحن شو الخطوات اليوم على المدى القصير، خطة طارئة لإنقاذ الوضع الاقتصادي. حاكم مصرف لبنان بيطلع زدت 20% طلبت خلال 3 أشهر من أصحاب المصارف والمساهمين يزيدوا رأس مال مصارفهم، لا وهون تطمين المودعين لأنه هيدا تأمين وطمأنت أنه الودائع بأمان هي خط رئيسي ما عم نسمعها اليوم لا من السلطة النقدية ولا من السلطة السياسية. لا. كله اليوم شغلة مهمة كمان، توقف عن التصويب عن قصة المصارف والهيدي لأنه منا هيدي انتحارية بتأذي المواطن العادي، مش هن اللي محاولين مصرياتهم لبرا. خامس نقطة، متابعة الضغط الشعبي، حركة الطلاب بكبر القلب ما شفناه، عملوا نقلة علم وعم نتعلم منهم. أنا عميد جامعة وعم بتعلم منهم كيف عم بيعملوا كل يوم. بدي اقول لك ملفات الفساد من الجمارك لوزاره المال للكهرباء للتلزيمات مخصصات السياسيين كلها هيدي بتنفتح، ولازم هيدا الضغط الشعبي بده يفتح هالملفات. الاعلام الاستقصائي دوركم مهم بالاعلام، انتم عم بتضوي فضيحه امبارح اللي صارت من كم يوم بالصوت بالصوره وبالمستندات اللي عم بتصير. الاعلام هو منبثق من الشعب، انتم عم تعملوا دورنا مية مهم، والاستعادة الأموال المنهوبة شغلة كتير مهمة. على القضاء يواكب الشعب بمظاهراته، القضاء اليوم بلشوا نيابات العامة المالية، نيابات العامة الاستئنافية، نيابات العامة الاستئنافية وأيضا هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، هاو لازم يبلشوا على كل موظف من القطاع العام شو ما علي مركزه أو شو ما وطي. ما عم نقول من أين لك هذا؟ هيئة التحقيق مطالبة تبلش بهالمواضيع، القضاة والنيابات العامة بلشت بشغلها على أمل ما يكون استنسابي على الأشياء السابقة والحالية ورفع الغطاء عن كل موظف بالدولة، بس هو بياخدوا وقت. لهالسبب بدنا نمشي بأولويات. هلأ كل دقيقة عم بتكلفنا، بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل نطور. يجيبوا ودائع يحطوها بنك المركزي بصفر بالمية، هيدي يقظة ضمير موقف وطني. ندى أنا ما بنفعل حتى تنبه الأمور، بس أكيد شيء مزعج يعني واصلين. نعم. على نقطة بتتغير مستقبل بلدنا إلى أبد الأبدين. إن شاء الله أكون غلطان، حذرت من سنة ونص بسنتين. صحيح هوني حذرت. نعم استقبلني للأسف، لأنه واحد بيكون مستقل وأنا اقتصادي خبير اقتصادي مستقل، بس تكون مستقل. نعم. مش عطول مش عطول بيحبوا يسمعوا لا السياسيين والتيارات ولا ايام الاعلام اللي بيكون مدوم. طيب بروفيسور روك أنتوان مهنا، يعني اليوم بالوضع اللي نحن فيه شو تتوقع يكون الاسبوع المقبل؟ يعني حتى الان ما في بصيص امل اذا بنحكي سياسيا، في كوما، في مشاورات كانه نحن معنا اللكجري هي ترف ورفاهيه الوقت. طلع وفد البنك الدولي قال له يا عم عجل ما فيك تجي نحكي بقى بسياسي وما بسياسي وحكومي. أنا شو بتأمل وشو بتوقع؟ بتوقع اليوم قبل بكرة بيجي رئيس الجمهورية بيحمل بيسكر الأوضة المفتاح مع المسؤولين بدون يعملوا هالحكومة، بيسكر المفتاح وبيحطه بجيبته، ما بنظهر إلا لو بينا أربع ليل نهار إلا ما نطلع بتشكيل، هيك تدخل بالتاريخ، هيك رجال دولة بيكونوا. المستشار السابق للبنك الدولي دكتور روك أنتوان مهنا، أهلا وسهلا فيك، شكرا مشاهدينا الكرام.